داخله في امور جديه والسهريه. تتواصل معاكم بسام حمراوي، بيا الزردي، طيف الحميري، خوله سليماني، واسين ميقالو، فوزي بن جمره، مريم بن مامي، كريم الغربي. فريق كريم الغربي. فريق بيا الزردي. شكون فيكم يعرف التوانسة أكثر الليلة؟ نمشيو تو دو سويت الأحنا هكا. اسألنا 100 امرأة تونسية شنو هي أكثر حاجة تحب تبدلها في شريك حياتك. النساء الكل يحبوا يبدلوا شريك حياتهم، يصنعوه من جديد. 5 ثواني للتفكير. 4 3 2 1 طب كريم الجواب. ستيل بدنوا، معناها تنحالوا الكرش ولا حاجه. بدنوا ستيل بدنوا. المراه جينيرالمون ديما تحب تبدل، تحب تشوف رجلها ديما، خاصه كي داير في بور في بور في شو، خاصه كي داير في بور في شو ولا في سو في سو. بس باي هذه الاجابه نتاعنا. باي الوغ اللحيه هيا بيا اتلهب اتلهب بلوكو اللحية بستيل كلمة. اتلهب بابا اتلهب بول عروسة بول امرأة. بيا اتلهب ستيلو. لا هذا بسام وبيا لا كرش حاجة وستيل حاجة. هما قالوا اللوك يشونج دو لوك اللوك ستيل كله ستيل هو اللوك. شوفوا الإجابة. كريم جواب صحيح. كريم وفريقه جواب صحيح ياخذوا 41 نقطة. بقيت الأجوبة اللي قال حقه سي فوزي بن جمره هو اللي طلع الإجابة. هو قال بدل. مريم شو تحب تبدل في شريك حياتك أنت؟ أنا حتى شيء يهبل محلاه مزيان يقبل بالزين. أها خاول شنو تحب تبدل في شريك حياتك؟ حتى يجي شريك حياتي ساعة. كان جا شريك حياتك شنو تحب تبدل فيه؟ لا باش ناخذوا حاضر، انا ما في حتى شيء يتبدل كيما هو نحبه. كان عنده كرش كان ما عندوش. بسام شنو تحب تبدل في شريك حياتك؟ انا نحب نبدل من روحي شويه. باهي شنو تتصور شريك حياتك تحب تبدل فيك؟ لحظه نعمل اتصال. والله حتى شيء انا نعمل. هاي حسب رايك حسب رايك. كنت فرعيس بتاع الدار وهي مسكينه تخمل وانا نفرعس. نتصور ماذا بها تنحي الصنعه هذه. شنو تحب تصور مرتك تحب تبدل فيك حاجه؟ شنو؟ تيسا ضبابتي. شنو ضبابتي؟ معوجين. ما قلتليش لا تبدل، اش باش تبدل؟ لا تبدل فيك حاجه. باش تبدل في حاجه، طبيعتي كما قال بسام طبيعتي معناها في الدار. دم بارد ديما باعث العالم ديما نفدلك ديما فهمت شنايا؟ على بالك بشيء. حتى كي تبدا مشكله والكل تلقاني نعمل لك. هذه تقول لي اش بيك؟ هذه راهي صبر. شوز كو لي جون نسافر على كريم عنده ضبوط يدلل على الضبوط الاخر. عنده ضبوط هكا ضبوط الاخر. شفتو في خلعة النهار عنده ضبوط يدلل على الاخر. ساعات ما انا جيت نفدلك معناها. تو انت فاهم اش معناتها ضبوط ولا؟ فاهم اش معناتها ضبوط يا مريم؟ بيان سور تعرف شنو ما تعرفش. يدلدل عندك ضبوط يدلدل. نحكي على ضبوطها انا. كل واحد ضبوط. الله يعدي اللي بيسالك فيه. يا ريتك خرجوني من ضبوط خرجوني من هوني. والله شكتني في روحي. وري كريم ترى. مروني بالعرقه ذيك. أنا ضبوط يدلدل، مش الموضوع هذا دخلنا في الضباب. جيت نفدلك حصلت واحد ضبوط طلع يدلدل آخر عام. العباد يقول لك نتفرجوا فيه طلع ضبوط ويدلدل. كلهم نمشيو نتفرجوا بكريم في الماس، اختنا منو ضبوط ويدلدل. تمشي تفرج فيه ضبط يدك. اسمع دي علاش ما حبش ينحي فيزتا قال لك خدني عرقان. ما فما شكون ديما يدلدل في الباب. ضبط يدك تجيب مع عرقان. شدة كريز. ضبوط دلدل ركبت على ضبوطي اليوم. جاب ربي جات في ضبوطي ركبت خلي وعامله جو الضبوط اللي يدلدل. شدوا بسكوتش. والليله على اسمع نفدلك راه نفدلك نفدلك طب ماشي انت فدك طلع ما يدلدكش فوزي شنو تتصور مرتك تبدل فيه؟ تحب تتبدل فيا شويه شويه عصب نحي العصب ربي ان شاء الله يهديني ان شاء الله نرفوزي انت شويه برشا كنشوف برشا بلاده وبرشا تحت عكس اللي راه في البلاتو صافي كل حد في عنده غلط وعنده سيئات وعنده حسنات نمشيو للسؤال الموالي برا ميقالو معرز انا اخويا دبروا عليا سيدي هكا سالوني ما نحبش نزيد ما ظهر لي عندك حق شنو اسمعني علاه يعجبك باهي ميقالو يا علاء اسمعني هوايه ولا امور شخصيه شنو احوالك لاباس باهي ميقالو لا لا مادام معد قال لك ما تسالوش يعرف اللي اموري منظمه لا انا ظهر لي باش نسالك شويه ما هكا شو؟ مش ظاهر ميقالو شنو تحب تبدل فيك المدام؟ بالله خلينا ناخذ راي باي شو بالحق صوت تصور ظاهر برشا حاجات مثلا سامي ثلاثة هبلها عمل فيها مسكينة والله سيئة شايحلها ريقها والله شايحلها ريقها فهمت اللي ذوما اللي كنت شغل بخلطهم كبير برشا حاجات لازم تتبدل فيها لا نظام مش منظم يتنظم تنظم على فرعس في الدار مدخلها مع بعضها كنت روحك تنظم في الرابعة باش تنظم مادام يروح لك الليلة من أمور جدية وأمور واضحة منظم هذا هو هاي سيدي السؤال الثاني نرجع نقول قبل زيادة تعرف توا وصلنا 100 راجل تونسي هاي خلينا نقلب شنو تحب تنحي من طبيعة مرتك هيا شنو تحب تنحي من طبيعة مرتك احنا نجاوبوا الاولانيين هاي فريق بيا الاولاني تخرنين تخرنين شنو شارش في كريم لا جالوزي الغيرة هي أكثر حاجة وإحنا متأكدين منها الثاني تحليل سطحي للأشياء لا إحنا صحاح ما نعرفوش درا برا والاجابه الصحيحه هي هذيك العناد العناد والغيره والمرج هذيك المرج المرج انا 31 نقطه 20% الغيره 31 كريم 31 نقطه بسام 20 نقطه المرج هو الدقنقي 20 نقطة العناد صحيحة هما صح العناد هي بيدها دقنقين ولا العناد 39 الغيرة 31 الحاجة الأقرب لكم أنتم هي 20% المرج السؤال الموالي هاي اسألنا 100 تونسي شنية أكثر ماكلة يطيبوها دارا هاي فريق كريم مقارون أكثر ماكلة طيبة العائلة التونسية حسب فريق كريم مقارونة مرة أخرى مقارونة بسام وبيا معناش حاب باش يقولوا كيف هما مقارونة حتى احنا مقرونة احنا مقرونة مقرونة بالدجاج مقرونة بالدجاج قلنا اسمع قلت اللي على ذاك كل واحد مرة ياخذ الأولوية لازم إجابة عجل والإجابة الصحيحة مقرونة مقرونة خمسة وأربعين نقطة مقرونة 32% كسكسي 17% جلبانة 6% مقلي كريمة بالماكلة عندك شنو؟ كسكسي بالعصبان ولا كسكسي بالحم حاجات هكاك امبارح اكلت كسكسي بالعصبان مريم مقرونة أنا ما بقى العصبان عمل لك كسكسي بالعصبان مريم أنا مقرونة سي كيك شوز دو أنا مقرونة زعما معناتها هما جمعة فيها 7 أيام أنا نجم نعمل 6 7 أيام مقرونة كل يوم بالصوص مختلفة كذبة مختلفة نعملها بالله فوفو أحسن ماكلة عندك بصراحة يعني كل حاجة فيها حتى أحسن ماكلة عندك السمك الحوت على بعضه ناكل أنا راه زاد استنى ميقالو تاكل زاد ساعدين أحسن ماكلة عندك مثاومة باللسان لا شنو نحب مثاومة باللسان لا شو هو اللي لا لن أقبل مازال صحن مثاومة باللسان كفتيجي فايس لوبيا بالحم البقري وفيها شويه ترشي نموت عليها. شنو ها لوبيا بالترشي؟ لن اقبل تقدر شنو لن اقبل. هي قاعده تبيع البرود وتوا جوها برود. مانيش ماركه كوجينا يبكيني البصل والترشي. والله الله قالك مثاومه باللسان يا بابا. نعرفك علاش؟ ماشي له ديريكت في اللسان هو. بسم الله. ايوه مثاومه باللسان طويل. باهي ناكلوا مالها باهي. انا جلبانه بلا قد. جلبانه. فاهم تعرفهمش ديما. عشان نعرفهم شو قد ما ياكل شي ما يعمل فيه تفرج فكستي. ما يحكش فيه. عقد ولسان و شنو عكسك اللي عندك باين؟ جلبانه زعره زعره بالقناريه تبدا الجلبانه هكا خضراء وسكري حلوه ثم جلبانه زعره بس اعز ماكله عندك لا صايم انا طبعا اعز بعد كي تشق فتره احسن ماكله تحب مقرونه وبريك معاه مقرونه وبريك ان شاء الله وانت شنايب رسمك وانت شنايب لا لا يحب المحكوكه المحكوكه شو؟ كسي عز ماكله عندك شنو عندك؟ كسي عندك كسي علاه علاه انا والله بالحق ناكل الحوت السومون ناكل السومون والفوا تاع نفس الهاي السومون الكيري بالقنبيخو السومون السومون واللوبوس لا لا الحق تاع ربي انا عز ماكله عندي فندق الغله السلطه مشويه في المنار فندق الغله فندق الغله بلاش فندق الغله يا باي فندق الغله المحشيه الخضره المحشيه فندق الغله ولا اسمه فندق الغله فندق الغله هاي سيدي السؤال الموالي وين نمشي وين نمشي واعطينا السؤال يا سيدي هاي اسالنا 100 تونسي كان عرضك ليكس نتاعك وانت تحوس مع شريك حياتك شنيا تعمل نعمل روحي ما نعرفوش احنا ولا هما هاي الاولويه نعمل روحي ما نعرفوش الاولويه البيا وبس الاولويه البيا وبس نعمل روحي ما نعرفوش جاوبوا نبداوا جاوبوا نعمل ما نعرفوش بيا ما نعمل روحي ما نعرفوش تعمل روحك ما تعرفوش قالوها نفس الاجابه كريم نفس الاجابه قالوها عشان نشوفوا حاجه اخرى احنا نزيدوا معاها لا شفت تعمل روحك لا ريت لا شفت لا ريت لا شوف مش ما تحسبش تحسب نفس المعنى والمعنى يحسب الفريق يا سي علاء بيا خذ الجواب اعطيني الجواب ربي سبحانه اي ربي سبحانه الحق ثار الحق فريق الاعداد أعطيوني التقييم. الجواب الصحيح. نعمل روحي ما شفته. هو لا ريت لا شفت هو المعنى اللي قالته بيا وبسام. الجواب صحيح. العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا البس الحق. العب يلا كيف شكون؟ أي كان تصير عليك مريم الحكاية هذه اش تعمل؟ قداش عنا يعني قداش عنا؟ استنى شكون اللي جابها ثانية ممسطها عنده الحساب الكل شكون اللي جابها ثانية ممسطها نجي قدامه ونعانق شريك حياتي كذا وحدك شكون تعرف سي دي نيمبورت كوا معناتها هذوك التوانسة جاوبوا يا أخي سي دي نيمبورت كوا سي دي بوكريزي ماسطين لاصطين معناتها التوانسة لا شوف تسلم عليه من بعيد ولا الأخرى تسلم عليه هي واللي معاه هو من قدام والآخر مريم أنت اش تعمل؟ كي هذا مون اكس نركز عليه نبوس نسلم عليه ونقدموا لراجلي ونقول له شنو حوالك كيسكو تو دوفيان وكل شيء نفرح بيه على الآخر أبخيتو 10 علاش غير؟ نسأل فيك ما يغيرش كريم انت اش تعمل؟ كرا شريك حياتي ليكس ليكس تاعك وانت وشريك حياتك تتمشاو نقول له كومون تي ديفيان نبدا نغمز له من بعيد ايش تعمل علاش تغمز له؟ لا خاطر مانيش عاطي الصحيح معناها تعمل لك عاطي فيرسيون اخرى قرات معايا تقول لها لا كنا مصاحبين بعضنا هاي سياسه الهروب اسقط حاجه في العالم انه طفل كان مصاحب طفله مثلا ولا يعرفها يراها مع طفل اخر يمشي يسلم عليها ولا يوري اللي هو في سهريه ولا في فضل اسقط نوعيه ذوك نتاع اولاد يرى طفله مثلا انت ربي معاها كانت صاحبتك كنت تعرفها امورك فهمت يراه اهلا بيك صفا بالاسم مزيان نمرك هذاك ودرج اللي ما نعمل لك وتتسمى يدبر لها حياتها عيب عليك. كريم يقول لها تتفكرني تفكري يبدا يجبس حماميه ومن وقتها يقول لها من نهار اللي روحنا بيك بالعاد ومن وقتها ولا فما عباد هكاك من نهار اللي روحتي فما عباد عيب عليهم معناها. انا ما نجمش نجاوبك خاطر مرتي هي الاولى اللي عرفتها ومعناها هكا مريم تصدقوا؟ نعم 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 اه بيان سور كو نو فوالا تصدق فما شكون يصدق هات نسالوا 100 تونسي صدقوا ميقالو ولا نجاوب على الجمعه الجايه صدقوا ولا شنو؟ السؤال الموالي اسالنا 100 تونسي اكثر كذبه تستعملها مع مرتك هما جابوا قبل ايا 5 ثواني للتفكير 5 4 3 2 1 توب. بسام مبيع تليفون تاع شارج كريم ميقالو مريومه نخدم لا في الخدمه هاي في الخدمه ريزو قال لك نخدم هكا لا مش نبدل الاجابه نخدم ريزو ما عنديش حق نخزر هكا عندك اخزر والجواب صحيح. كريم تشديت باش يبكيو يا 35% صوتي بح الثقة تشديت في الخدمة كين وقت إضافة هذه 33% اللي تلبسوا هواتيك و17% ماكلتك أبريلة 14% محلاك حتى من غير مكياج 2% نحبك. سي علي سامحني عندي طلب. تفضل. ما تنجمش تجيب لنا فريق اخر هذوما ضعف شويه مسامحني. احنا ما نعرفوش نكذبوا فهمت ما نجمش نطلع كذبات الحقيقه تنجم تطلع كذبه تنجم تطلع كذبه والمقرونه ما تعرفوش تاكلوا مقرونه قلناها زيدهم يا كريم كذابه المقرونه قلناها كذابه تاريخ فوزت التاريخ مش عارف تعرفوش يسهروا اسالنا 100 تونسي شنو هي الحاجة اللي ديما اللي تعملها كي تقوم من النوم شنو هي الحاجة اللي تعملها كي تقوم من النوم 5 4 3 2 1 طب هاي الحاجة لا توصل الكل لا شكون الأولوية؟ احنا لا الأولوية بسام وبيا لا كريم صحيح روح كريم كي تقوم من النوم اول حاجه يعملها التونسي يتفقد تليفونه معناها احنا يخزر في تليفونه يشد تليفونه يحل فيسبوك. اسالنا 100 تونسي شنو هو اول حاجه تعملها كي تقوم من النوم؟ يحل تليفونه يحل فيسبوك. احنا صحاح قبيله كي قلنا احنا لا لحظه تعرف علاش احنا يحل تليفون ما تعطيوش نفس الريبونس بدلوا الجواب قلنا يحل تليفون سي علي تو انت حل فيسبوك يحل تليفون يحل فيسبوك انستغرام يحل فيسبوك اجابه الاخر غلط فما يحل عينيه مثلا نجم يحل عينيه نشوفوا الجواب الصحيح. بناتي. كريم لحظه اسمع، الكذابين الكل يتفقدوا تليفوناتهم الصباح، الكذابين الكل يتفقدوا تليفوناتهم. نقبلوا يا خويا يا خويا دقيقة سامحني. كذابين ياكلوا مكرونة. معناتها أنت بيا قاعدة تقول على مريم كذابة؟ سامحني بيا الكذابين مريم كذابة في البلاتو. مش يتفقدوا يا خويا احنا دقيقة دقيقة مريم يا بيا تقول أنت مريم كذابة؟ لا لا أنا ما نقولش مريم كذابة، أنا نقول كلهم كذابين. بما فيهم مريم. بيا اسمعني يا خويا احنا كذابين. تستنى. قعدتك كنا. دقيقة. أنا ما يقرقنيش يا معلك أنت. احنا قدرنا عليك باش يزيد كذابه راهي تسلم عليهم علي يا خويا احنا كذابين اما ربحي ربحي بالكذب واش ربح واش ربح خلينا نعطي النتائج انا ما علمتش على النتائج فما تشويق كبير يا جماعه لا فما تشويق اكيب بيا الزردي شبيه 79 نقطة هكا هو اكيب كريم الغربي قداش؟ 209 نتيجة قاسية بالكاو نتيجة قاسية بالكاو بصراحة بالكاو الجمل تحك مرة تفرقت شفايف هما هكاك ضحك معناها ربحوا مرة ولاش حتى ما كنتش مستنيين هذيك يغزلك فمك هذا عندك هذه قال الجمل هكا هكا أنت عنده برودة ساعة ساكن علي بدل المثل بدل المثل الجمولة اللي فيهم ناقة فهمتني؟ ناقة ضحكوا مرة ناقة تفلقوا شفايفهم اقعد اقعد رغم الهزيمة المذلة نكرات فأنا أشكر بسام على روحه الرياضية كي جاوا فرحنا معهم ميرسي عايش لورا فوزي تعمل فيه جوزة تنقز مع المطهرين معناها مطهرين باهي ودي عزوزة والله حكاية مش حلوة راهو والله الجرح ما تلمش واحد يقول عليه مطهر المطهرين قاعدين مش حلوة ما هو الجرح لا سامحني لا وفوزي ولا يفهم شوف فوزي ولا يفهم في التليفون وفي الصباح يتفقد التليفون ويفهم في الفيسبوك يزن البحر ويفهم في المرأة شو تحب الصباح وش تحب في الليل ما تبقى مخيسة استنى دقيقة دقيقة الأولاد ما تبقى مخيسة أنت خذي ديكيب ليه هو يشتح حفر حاله شنو الكيب معناها شنو هو الكيب؟ لا 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 فولة مسوسة وتحبها غرب أعور كيف كيف؟ أنا غرب أعور اقعدوا رايدين نكملوا ليميسيون على كيف شنو حاب نمشي نبوس فو 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 تيبو تيبو اسمع كف كعبة حلوة عملت لك راهو عملت كف كعبة حلوة يا فوفو لا بوس لا قد معزوزة تفتح بين المعمل تعرف النار بين وجوه فوزي حتى حد ما يدخل بين الفر والحمل شكون الفر شكون الحمل هاي سبعة نادي تفر فوزي تفر ياسي بلا تشعيل النار ميقالو خلي بالك هاي نشوفوا صديقنا وسيم واجد مغامراته نرجعوا للبلاتو يلا توك صح 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 اشتكش صح شدك عويل اي على ما عملت ها صاحبي صاحبي ده كم فضلك يا هيك. اوه اوه برسمك يا معلم. وي اوه انا مخد انا مخد. غلبتني معناها هذه تقسمت على راسي انا معناها مريقل عليه في سويسرا هذايا باش تبعثوني لوين من بعد هذا مريقل سي وسيم. انا نبهتك تصفيق اقوى على صديقنا وسيم. انا نبهتك يا وسيم من ليميسيون الاولى وقلت لك رد بالك راك باش تحصل حصله خايبه وهاك حصلت المره هذه الحصله الخايبه. لا بالحق يلزم فيها اتونسيون. لا ثوره حديد هذيك ولا حجره ولا كذا. شاف صاحبه خالو براكاج ولا براكاج بمخده صفوار عليه ما فهم شيء. دون تو لي كا القناه عوضت له بريسك 400 مليون 400 مليون. اعطيني زوز جريري مخادد اخبطهم ديجا وسيم ما خذاهمش بدر والمفيد. حسيت الغبغيك نتاع وسيم هو اللي عطاه التعويض 400 مليون. انت مساله عندك 600 مليون 400 مليون قلت 4 ملايين تصدقوا 14 الغبغيك نتاع حسدوه يا رسول الله. والله نفرحوا له بالعكس اشتكوا عليه بار حلوا جرح ولا ما قزاش يا راجل. تذكروا توا يا سيدي بن سيدي انتوما اللي تتفرجوا فينا في برنامج امور جديه بامكانكم انكم تربحوا سياره سكودا. طبعا تبعث حرف آ على الرقم 85810 والقرعه نهار 23 ابريل ويسعدوا اللي باش يربح سياره سكودا فابيا. نمشيو تو سويت لبلاي. تحية أوكرانية لأمور جدية فيصل حضيري. حاولة تركي. تحية من المغرب كريم الغربي. تحية مصرية لبسام حمراوي. من صالون دو جنيف تحية لخوله سليماني أمور جدية. FSL منار كلوب دو لافي جورني بيولوجي أمور جدية. أمور جدية. عشنا الكل. أحلى تحية أمور جدية من دبي. أمور جدية. أمور تحية جزائرية لأمور جدية كريم الغربي سنكوح الحمراوي. أحلى تحية مصرية من باب سويقة التونسية من الشباب المصرية لأمور جدية. جدية تونسية كافية كسرينية أمور جدية. السلام عليكم. أحلى تحية من ولاد زكية لأمور جدية. أحلى الفتح السواحلية تحية لأمور. انتي زيدا انزل بلاي وابعث لنا على 58 080. اه يا سيدي نمشيو تو سويت نعملو ريكاب اكتو مقبول ولا مش مقبول. هذا مش مقبول. نبداو بالدكتورة أولفا يوسف، كتبت ستاتيو على صفحتها على الفيسبوك تقول فيه: لا نحتاج وزارة شؤون دينية، الله لا يحتاج وزراء. مقبول ولا مش مقبول؟ المفكرة أولفا يوسف: لا نحتاج وزارة شؤون دينية، الله لا يحتاج وزراء. أي فوزي، مش مقبول. أي مش مقبول، هذه أمور بروتوكول في العالم الكل، كل دولة وكل بلاد عندها وزراء وعندها شؤون يديروها كالوزراء، وبالطبيعة الله تبارك وتعالى لا يحتاج للوزراء، لا يحتاج لشيء، لأنه هو خالق الدنيا كل. أما كيفاش يعني دولة بلاش وزارة شؤون دينية؟ كيفاش يعني؟ شكون باش يرجع، شكون باش نرجعوا بالنظر كيصير لنا يعني أي إشكال؟ أنت هاك قلت الله لا يحتاج إلى وزراء. إي لا لا، الله تبارك وتعالى. إي. لكن احنا صار لنا إشكال في إمام في جامعة، شكون يعود النظر؟ الوزارة. هي تعين الأستاذ هذاك، أو هي تعين الإمام هذاك، أو هي تعين مثلا إمام جمعة، إمام جمعة مثلا يتكلم في كلام خارج الموضوع. نرجع بالنظر لشكون؟ شكون باش نشكيو به؟ ونشكيو به وزارة الشؤون الدينية ولا؟ هي اللي عينته وهي اللي تاخذ القرار فيه هو. فاحنا بلاش وزراء. وهي ما اختارت كان وزارة الشؤون الدينية كهوا، هكذاكش اختارتها؟ واضح واضح فوزي. اي بيا مقبول. أنا والله نقول أي بوكا با مقبول، علاش لا؟ على خاطر بون مش باش نقول ربي ما يحفظش نحي وزارة الشؤون الدينية الوزراء، لكن فما ناس اللي نجم يقضيوا الشؤون هذه، مش حاجة صعيبة، مش لازمها وزارة بطم طميمة وميزانية وموظفين وناس وكراه براو. ما عندكمش فكرة معناها المصروف، معناها شو هي اش قالت؟ سامحني لا لا، ما ينجموا نعملوا إدارة ولا أي هيكل آخر يقوم بالشؤون، أما مش وزارة، مش وزارة وميزانية كبيرة. علاش؟ على خاطر شو هي اش قالت الساعة من بعد؟ تري امبورتون اللي قالته، ما ناخذوش كان العنوان. قالت معناتها علاش مش وزارة، نعطيو لوزارة الصحة، وزارة التعليم. احنا بلادنا في أزمة مالية كبيرة برشا. شو داكور افيك توا أنا. معناتها احنا رانا مخنوقين. معناتها وزارة سامحني، علاش نحيو من وزارة الشؤون الدينية بالذات؟ علاه نحي من وزارة يا خويا ثقافة؟ علاه يا سيدي من وزارة، نحي من وزارة الرياضة وهز. علاش مش وزارة الثقافة؟ ثم ناس تاخذ في دعم نتاع مسلسلات ونتاع اغاني مئات الملايين، اقسم بالله من اتفه ما ثم. كشكون اولى بهم الملايين هذوك؟ مش اولى بهم الصحه ولا اولى بهم التعليم ولا اولى بهم مؤسسات اخرى او وزارات اخرى. هذا شنو يعني؟ مهما كان هذا شنو يعني؟ اسمعني، راهي هي ميزانيه وزاره الثقافه ولا شيء كيفاش تقارنها ببعض وزارات اخرين. دو ردوا بالك، راه وزاره الثقافه عندك شباب وعندك نسبه كبيره من الشباب هنا في تونس اللي لازم تكون موجوده. وزاره الثقافه بل بالعكس لازم يزيدوا ويقووا في ميزانيه وزاره الثقافه ويزيدوا. حتى وزاره الشؤون الدينيه فما شباب يصلي، وجوامع تحتاج الى احاطه دينيه، وجوامع تحتاج الى مقولة. انا شو نقول؟ سامحني عايشه، ليه مش محتاجه الوزاره؟ هي قالت مش قالت مش محتاجه الهيكل يهتم بالشؤون الدينيه، هي قالت وزاره بطم طميمها، وزاره وشهريات. برا شوفوا قداش من الناس تخلص في بعض الوزارات وبعض المؤسسات الاخرى اللي مش قاعدين يخدموا، ما قاعدين يعملوا. شو يعملوا لها وزاره الشؤون؟ اش قاعدين يعملوا؟ شو اللي قاعدين يعملوا؟ ليه شو اللي قاعدين يعملوا؟ الحج لازمها وزارة، عندهم الافتاء يلزم وزارة، فما إدارة عامة القرآن الكريم، وفما العديد من الوزارات. خلينا نرجع للبسات. لحظة لا لحظة، قد كاين شنو اللي يعملوا؟ بالله التلفزة الوطنية اللي فيها 1300 خدام، 1000 خدام ما يجيوش ويخلصوا وتمشي شهرية من ديارهم. اش قاعدين يعملوا هذوك؟ ما يسالش نقولوا عليهم زاد، ما يسالش نقولوا عليهم. قولوا عليهم يا فوزي، شكون جدد؟ قولوا عليهم. انا بالنسبه لي، انا بالنسبه للجمله الاولى الله لا يحتاج وزراء، هذه من اروع ما فما، لانه العلاقه معناها المخلوق بالخالق ما تسحقش حتى داعي كونه واحد وسيط باش يكون ما بيناته. لكن هنا نجيو نحكيو على وزاره الشؤون الدينيه. لا ضروري وزارة الشؤون الدينية، أنا حسب رأيي. علاش؟ لأنه فما أمور العمرة والحج اللي تتنظم، فما دار الإفتاء، فما برشا مشاكل، فما برشا، فما جوامع، فما وعاظ، فما أئمة نتاع كل جمعة، هذوما اللي قاعدين معناها يرسخوا في الأخلاق اللي في المجتمع وكل شيء. أنا مش ضد نحيو حتى وزارة، نحيو التبذير من كل وزارة. أنت تلقى كل وزارة خويا درا قداش من 1000 كرهبه، كل وزاره تلقى عندها كرهب مضخمه، بيامات، 4x4، علاه تنجم انت 4 جل اخي من كبرها تونس هي. تي من الشمال جنوب 500 كيلومتر هذيك هي الحكايه، معناها انت تحط تي برويتها توصل للخدمه على كبرها انت تونس الكبرى ولا اللي هو فهمني كيفاه بونوات ليسونس. انا هذاش نحكي لك هذايا كله صحيح، ريت هذايا كله كي يتنحى ويتحط على التعليم والصحه كمرتبه اولى وكمرتبه ثانيه، انا نرى كونها تنجم تستحق الحكايه هذه. باش نوريكم فيديو هذا وري قولوا لي مقبول هذا 8 سنين بعد الثوره، نعم ام لا؟ طب عبير موسي فوق حصان تفتتح مكتب لحزبها طبال وبندير وفي القلعه الكبرى، هذا جو بونس القلعه الكبرى، اجواء احتفاليه. مقبول ولا مش مقبول؟ مقبوله مقبوله مقبوله. مقبول ولا مش مقبول؟ كريم مش مقبول. والله هي هم عندها علاش عملوا هكاك، خاطر ديما خاطر الحزب الدستوري ليماج ديما عندهم الروبير يرجعوا لبورقيبه، معناها الزعيم الحبيب بورقيبه، فما ليماج نتاع بورقيبه اللي فوق الحصان، اما بورقيبه كي طلع فوق الحصان معناها تحس وهره نتاع زعيم ونتاع انسان وجايب معناها على الاستقلال والكل، كي يمشي لهم بورقيبه فوق حصان ما تحسوش معناها فازه عملها بقدر ما هي ميساج والكل. حقها هي باش تعبر، حمله انتخابيه حقها باش تعبر كيف ما تحب، فوق حصان تجيب معناها مع ضباع امورها، فهمت معناها حقها بالحق حق. لكن المش مقبول انا مانيش مطلع على البرنامج نتاعهم باش ما نظلموش العباد، المش مقبول انه يزينا معناها سنين الله نتاعك الوحده تمشي البلاصه، فهمت، يبداو يدوروا بها وكل القفه والواحد مش بعناش منه والجوقه وعبير كيما فهمتي الاخرين وك التلحيس، معناها مش بعناش منه الشيء هذا اللي يحب يخدم. خاطر علاش قلت مش مقبول؟ حتى كان عديت لي اي سياسي في تونس نفس الحكايه قلت مش مقبول. علاش؟ خاطر مشاو للتشر وشبعنا منهم وباعوا الكلام، توفى الحمله الانتخابيه يولي في راكب في بي ام وفي مرسيدس مش راكب فوق حصان، يستغلوا فيها زعما متواضعه فوق حصان. واضح. مريم بالنسبه ليك مقبول بسرعه؟ انا جو ريسبكت بوكو عبيد موسي، خاطر تو سامبلومون سي لا سول اللي جو تروف اللي ما قلبتش الفيستا، فهمت. انا تبعت الحوارات نتاعها الكل وعجبتني، معناتها سي اون فام اللي فريمون اسي سكال فو واسي ويس كال فا، معناتها فهمت. بقيت هي تطلع فوق حصان، انا جو تروف كو تيتر اللي ترو فاش دون سونس و يقارنوا فيها بنجله تونسيه. عبيد موسي نجله تونسيه سي سون دو شوز دو اكس كومبليتمون ديفيرون. مقبول ولا مش مقبول؟ بالضبط اللي قالت مريم، باش نقول اللي اكثر من اللي من اللي نتفرج فيه، اللي ما ريتش فيه حتى شيء. تنجم حتى هي ما عندها حتى دخل، جابوا لها حصان وقالوا لها اطلع، باش تقول لهم لا ما نطلع على حصان عادي، شنو المشكل؟ اما اللي الحاجه القبيحه اللي شفتها في اللي شفته هو مقارنه عبير موسى بحكايه الحصان ونجله، والحصان هذيا عار وعيب حتى وكان معناتها تحبوا فوزاتاكي عبير موسى، مش بالطريقه هذه المبتذله حسب رايي. فيصل باقتضاب انا اللي نعيبه هو العباد اللي تصفق ورا السياسيين، هذايا خاطر ولينا نعيشوا في مرحله غلطوني، يغلطوا في العباد، يغلطوا فيها، دايرين بها، يظهر لي فوتنا مرحله نتاع اللي يبندروا، ولينا في مرحله الحصنه تو، ولاو ثم احصنه ما عادش تبندير. حصنه عندك راي في الموضوع؟ اي عندي راي، نحب نعقب اما بسرعه. اي باش ما تختم بعد تقولش اي لا ما فهمتي شكون؟ شكون؟ شو اللي خالف؟ لا باش نقول حاجه، باش نقول فيصل لا باش نقول فيصل اللي راني مانيش ضد الثقافه ومانيش ضد الثقافه تصرف على الشباب. جاوزناه يا لا ما نقولها باش من بعد ما شنو لا ما نقولها لا اسمعني انا يا خويا نحكي على عبير موسى. اي باهي حكينا باهي. انا خويا هذوما البندره هذوما وين البندره ترى فيهم؟ خليه بيا عاش اختي شو انا ما قلتلكش ما تدخلش كلامي. سامحني وينهم؟ بيا نبدل كلامي خويا. انا ثم صحيفه بشويه نبدل قوس. ثم صحيفه المانيه بعد الثوره اش قالت؟ قالت عجب الشعب قال ار سي دي ديجاج ويعاود ينتخب الار سي دي. تفضل. اي ميغال وي انا باش نغزلها من بلاصه اخرى مش والله يغيظ حصان. عليه؟ قام مفتول ظهر الصباح شو الله مصلي على النبي معناها. دونك ما نحبش ادخل بشي تم تاويلها وانا عبير نحبها برشا ربي يفرج علينا. شو ريكتو شو ريكتو شو مسيك نوزر شو ريكتو تساي نوزر والله تعب نوزر 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 بس جمله بركه قصيره. الديكتاتور ما يتوجدش، نحن اللي نصنعوه، هما يصنعوا فيه. واضح واضح. نسمعوا الفنانه المعتزله حياه جبلون شنو اللي قالت. طب مع تعدد الزوجات انا والله بون ما جو نسوي با كونتر اللي قالوا ربي الكل، ما جو نسوي با كونتر عليه. معناتها كان جاي عندي راجل منقول له خذ لا دوزيام كان هو يرغب، خاطر قالوا ربي شرعا شرعا موجود، لكن هذايا حتى ربي قال فإن تعدلوا فلن تعدلوا. مش الرجال ما مش باش يعدلوا، هو أدرى بعباده. هو قال لك خاطر يعرف نفس الراجل سبحان الله، نفس الراجل عدل المرأة في الدار فرق ساعة الثانية وفرق ساعة الثالثة وفرق ساعة الرابعة. هذا حوار تصريح الفنانة حياة جبلون على راديو اي اف ام. الوغ علي في بالك تشيخ حطوه حطوا تشيتخ اللي هي تصرح الوغ كو في الفيديو مش مقبول ولا مش مقبول الساعة؟ مقبول عادي نورمال. لا بربي مقبول ولا مش مقبول؟ نحب الجواب الحقيقي، ما تعمليش كيما مريم قبيليك. مقبول ولا مش مقبول؟ الوغ مريم ما مش مقبول، بيا مش مقبول، فيصل مش مقبول، مريم علاش مش مقبول؟ شكون قالت مش مقبول؟ مازلت هكا نعمل. أي يا مريم علاش مقبول يا ماما لله؟ أي والله نخمم مقبول ولا مش مقبول؟ والله مش مقبول اللي قالت مش مقبول. أي مش مقبول. علاش؟ مش مقبول على خاطر اليوم في سامحني خليني نكمل فكرتي للاخر. ايش بيبان؟ على خاطر اليوم في 2019 معناتها تقول لي كان جيت انا متزوجه نسمح راجلي بيتزوج مع اخرى، انا نقول لك حياه هوني معناتها انا جو كوني لو بيرسوناج، نعرف حياه جبلون وقعدنا برشا مع بعضنا وتعرفت عليها في تبرقه وقعدنا وعمنا وسهرنا وكل شيء. معناتها انا البيرسوناج هذاك اللي عرفته ان 2009 بوتيتر 2009 2010 كي جيت نتكلم هكا في الراديو اليوم نقول لك حياه معناتها شي كومبليتمون اكوتي ما سي با لا حياه كو جي كوني تو فوا سكو جو دير. دونك بالنسبه لي مش مقبول كحياه جبلون تتكلم هكا، وفي 2019 مش مقبول امراه تقول لك جيت متزوجه نسمح حراجي باش ياخذ مراه اخرى. واضح واضح وصلت الفكره. اي كريم مقبول مقبول خاطر راهي حر معناها هي قناعات هذايا. أنا ضد راجل يعرس بامرأة أخرى معناها فهمتني؟ نحكي على روحي معناها ما يعطيكش الصحة. يا خوات يا جبال عليه جبال عليه جبال وخوات رعش عليه طلع جبلون تلبس مش هذا الكلام اللي قلتوا لي في اللوج قبيل. قلت لك في اللوج ما قلت لي عكس هذا. اش قلت لك؟ يقول لي عكس. قلت لي أمنيتي نعيش في مصر مع 4 نساء كيسي السيد ولا اش قلت؟ كان حاجة بتولي قابلته في اللوجه والله قابلته دبر علي اخويا قابلته شو لازم تشوفوني كي قابلوا ما يعجبكش قاعدين في اللوجه تحكيوا على رايا دخلك انت رايا حره فيه انت هما احرار مقبول هي رايا وهي حره رايا نحترم رايا واضح. اش ميقالو راني جايكم مش مقبول مش مقبول علاش؟ فوزي حد مقبول فوزي حد مش مقبول مقبول بس والله انا سمعت الانترفيو نتاعها وسمعتها حتى البارح زاد صرحت ووضحت هي اش قالت. اولا الساعه هي دينت هذاك اختيار هي حره فيه وتعمل ايش تحب زاد هذيك حريه شخصيه. بالنسبه للتصريح شو كيف شنو هو يشوف انا لحظه شوف شنو قالت هي. قالت لك انا حاجه قالها ربي ما نقولش عليها لا فهمني كيفاش واضح. هي قالت احنا هي بعد كي صرحت خاطر هي كملوها الحكايه قالت لك احنا نعيشوا في دولة مؤسسات فهمني كيف ودولة قانون. بالنسبة للشرع في الانترفيو في صحيت اي هو الشرع يقول لك هكا وهكا 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 تحب تتبع الشرع تبع على روحك. مقبول اللي قالته ولا اي اما هي تعرف شنو هي قالت. هي قالت لك ما همش باش يعدلوا تو انت حتى اذا كان راجلها رغب في انه يتزوج نعم التفسير هذا واضح. مقبول اللي قالته ولا مش مقبول؟ انا مع الشرع قال لك 4 مقبول ولا مقبول فوزي مقبول ولا مش مقبول؟ انا مع بسام. كيفاش مع بسام؟ قبل ما بسام نحب نفتح قوس صغير. راه مش معقول مع احترامي اللي قالوا فيها كنت قبل نعرفها وسهرنا مع بعضنا وشخنا مع بعضنا. طيب داكوردو معك حتى البارح سمعت الحكايه هذه اللي جابوها البارح قالت انا نعرفك بكذا بكذا وتفرجت فيك كذا. يا اخي الانسان يقعد اذا كان فرجنا فيه وشفناه باش يقعد حياته حتى كتب عليه ربي سبحانه وتعالى باش نقعد ديما نقول له نعرفوك كيفاش كنت وكيفاش كنت وكيفاش كنت. نحاسبوا فيه يا اخي مش معقوله فهمت كيفاش البارح شديت المراه يعني فهمت اش قلت لك انا مع بسام. انا البارح تفرجت فيها شفتها فاش تفرجت قالت لك انا اذا كانوا أمر من أوامر الله رب العالمين، فأنا معه. أما قتلك نعيشه في دولة مدنية يمنع هذا فيمنع هذا، ماهيش تفتي هي راهي كاو. عندك في القرآن موجود هكا وهكا وهكا، علاش فرجوا في قنوات أخرى؟ يا ودي عندنا أزمة نتاع رجال يصرحوا لهم أربعة وكهوت أربعة. أنا مع يلا نخرجوا فصل صغير وراجعين، يلا.